سيليا خاطر معالجة نفسية تربوية بتتناول تحديات العودة إلى المدرسة من قلق الانفصال عند الصغار إلى ضغط الزملاء عند الكبار وكيفية التكيف مع التغيير عند الجميع والصحة النفسية عند الوالدين. طبعا سيليا بدنا نقول لك أهلا وسهلا فيك وشرفتينا. شرفتينا سيليا، دايما الباك تو سكول معك بتكون اجمل واجمل. بدي ابدا من موضوع الاولاد اللي كثير صغار اللي اول شيء بده يروحوا على الحضانه وبصير هون في عندهم شيء اسمه سيبريشن انكزايتي عند من الاهل، ودايما نحن بنعرف انه اول نهار بيروحوا على الحضانه بيفقس الولد، بصير في كثير بكي، ما قادر يترك امه بالهين وكل هيدي التفاصيل. صحيح. كيف بنتعامل مع اول نهار حضانه للبري سكول small kids؟ أول شيء بونسوار، أنا كتير حابة أكون معكم من جديد. نحن دائماً بنحب. وبدي أقول إنه separation anxiety أو الانفصال عن الأهل هيدي مرحلة انتقالية، والمرحلة الانتقالية اسمها transitional. في عنا شيء اسمه transitional stress، الانتقال على طول من مرحلة لمرحلة بجيب معه stress شو ما كان هيدا الانتقال. يعني إذا بدنا نحكي globally، خلينا حتى شغل حتى شو بلد عم بصير ترانزيشنز سريعة. إيه جلوبالي، انت عم تحكي من حروب لمثلا الكوفيد 19 كيف انتشر بهالسرعة هيدي، وهالترانزيشنز اللي مرقنا فيهم من حرب روسية كيف أثر على الانفليشنز، كل هالترانزيشنز جلوبالي اللي عم بتصير أكيد عم تأثر علينا. منجي لحياتنا نحنا كمان في عنا ترانزيشنز من مرحلة لمرحلة، مثلا كيف أول بيبي، كيف هالسترس اللي بمرق فيه من بعد سن المراهقة، ترانزيشن من قبل المراهقة لسن المراهقة، من بعد في عندك إذا نحن مثلا سن المونوبوز منفوت على مرحلة جديدة أو الريتايرمنت أو من بلد لبلد، كله ترانزيشنز. فهيدا الترانزيشن وحتى لو كان حلو بيجيب معه على طول سترس. فمن هون بدنا ننتقل ل اذا بدنا نصغر الصوره اكثر، عندنا كمان ترانزيشن هلا هو الاولاد عم بفوتوا من مرحله قاعدين بالبيت يمكن منبلش باول صف ليتركوا اهلهم ويفوتوا على المدرسه، وهذا كثير شيء صعب لهم اكيد وبيجيب ستريس معه. هلا في كثير تيبس كيف بنحضر الولد تنساعد الولد والاهل اكيد، حتى الاهل سيليا ايما هذا اللي بدي اقول لك اياه، انه في كثير اهل ممكن يعملوا ستريس اكثر اكزاكتلي وقلبهم على الولد. يمكن الولد عايش الستريس بس مش فهمان شو هو. الأم بتخيل هي اللي بتحس إنه شقفة من قلبها. مدام هيدي النقطة بدنا نبلش بهاي النقطة تمار ونقول إنه أول شيء لازم أنا أعمل كنترول للسترس تبعي والأنكزايتي تبعي، وأنا بدي فوت بقوة. فمنحكي عن المايند سيت، المايند سيت هو تفكيرنا. صحيح. لكل إيفنت جديدة بدنا نوصل عليها بدنا نحضر حالنا، نحضر عقلنا. The way we think، طريقة التفكير، الأتيتيود تبعنا. إذا جينا بضعف وإذا جينا بخوف ويا رب شو بده يصير وكيف بدي أترك أول نهار وبركي ما لعب مع حدا وبركي كانت المعلمة منك كويسة معه، وأنا ما هنالك من أمور أنا بقلق فيها وهيدا أوتوماتيكلي ينتقل لإله. فهون بدي أنا سيطر على المايند حالي، أعمل كنترول لرياكشنز، وبدي كمان أفهم أشياء كثيرة. أول شيء إنه عنده الولد ريزيلينس، قدرة مقاومة طبعاً، وعنده كوبينج سكيلز. فأنا لازم أتركه لحتى هو يستخدم هودي الكوبينج سكيلز. اذا انا ضليتني مكبشه فيه صح، وممنوع تروح وممنوع تجي، كل سيتويشن صعبه او بتخوف انا بهربه منها. طب كيف هالولد بده يتعلم؟ يعني لازم الاوفر بروتكتيفيتي اللي بتكون عند الاهل شوي تصير اقل بمحلات معينه. سيليا، سيليا بدي اعرف منك لازم نفسر له للولد باي طريقه انه انت بكره رايح على النيرسري لحتى تتعرف على اولاد جديد، حتشوف معلمه جديده، حتلعب معهم، بدنا نحكي معه اياهم، ولازم نخليه يزور النيرسري قبل بنهار لما يتفاجئ. هذا الشيء كثير بيساعد، بس قبل هاو، قبل هاو ديانا انا بدي احضر حالي. اول شيء المايند سيت تبعي بوزيتيف مايند سيت، واعرف انه عنده ريزيلينس وكوبينج سكيلز. ثاني شيء بدي اعرف كمان انه ممكن ابني يمرق بسوماتيك سيمبتومز اللي هو وجع البطن، وجع الراس، وممكن هيدا انه يكون شيء ميديكال، فحلو انه روح عند الحكيم وتاكد، واذا لقى بيكون شيء نفسي اكيد وخاصه الصبح، فهو كمان لازم انتبه لهم. وكمان في نقطه مهمه انه الولد اللي مارق بايفنت صعبه او بسيتويشن صعبه ببيته، هيدا ممكن يعمل ستريس
أكثر من ولد تاني. مثل شو مثلا؟ مثل مثلا إذا في مرض بالبيت، إذا في موت بالبيت، إذا في حيالة تشينج مثلا ريماريج، إذا في طلاق، إذا في بي سافر أو أم سافرت، شي تشينج أو نقلنا على مدرسة جديدة، هو كلهم الولد اللي مارق بهيدي السيتويشنز أكيد رح يكون عنده سيبريشن أنكزايتي أكثر من غيره ولد. أي ولد عم نحكي هون؟ أي أعمار عم نحكي؟ نحن عم نحكي عن اليونج إيج، يعني البري سكولرز، يعني سنتين. أوكي. سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لا جريد 1 كمان أوقات كتير بيصير فيها الحالة، حتى جريد 2، بس نحن بدنا نفهم كمان أول ست سنين يعني تقريبا اللي هن الأهم لحتى صحيح. تتكون شخصيته للولد. صح. أوكي. وبدنا نعرف إنه في كتير أشياء بتخفف هيدا السيبريشن، مثلا إنه أنا أجي ببوزيتيفيتي أول نهار، إنه يي الملعب صغير، الصف ضيق، كتير في أولاد بصفوا، ببلش أنا أحكي قدامه بيجي أنا بهالنيجاتيفيتي، أكيد هو ما رح يكون متشجع. تاني نقطة مثلا لازم أنا أعطيه مثلا شيء من البيت، comforting toy منسميها، وإذا ممنوع على التوي فيني أحط له ريبن هيك صغيرة على شنطته، قل له هاي من المامي، مثل ما هلأ أولادي حاطين البريسلت على طول هيك، إنه حلوة يعني بتتذكريها فيها للماما، اكتب له نوتس لحتى خفف شوي من الانزايتي ومن الستريس. وعلى طول الأهل اللي بيطولوا بالجودبايز تبعهم، يعني اللي بيوقف ويا حبيبي بتصير أصعب وبصير يعمل اسكليشن للانكزايتي، يعني بصير يساعد. هيدي بدنا نفهمها، الجود بايز يكونوا شورت جود بايز. واهم شيء بالموضوع انه نحارب الفكره انه انا بدي اقعد بالبيت، يعني أوكي. كل ما قال لك انه انا بدي اقعد بالبيت لازم انا اخذه على المدرسه. طيب مش ممكن استسلم لهيدي الفكره انه انا بقعده بالبيت، لانه هو التانترم تبعه والكراينج وكل هالامور عم تضغط علي. صح. وانا ما عم بقدر اعمل كنترول، ففي كتير اهل بخلوهم بالبيت للاولاد. اوكي سيليا، سؤال كمان بيطرح نفسه هون، الولد اللي بيرجعوا بدقوا لك من الحضانه بيقولوا لك انه عم يبكي كثير، ما عم بيوقف بكي لثلاث اربع ساعات، تعي خذيه. هون كيف الام لازم تتعامل مع ابنها او بنتها؟ هلا ليكي بهي الحاله بده يكون في سيفير كيس، بده يكون في سيتويشن مثل ما حكينا، مش بس ما في مثلا هيلثي هوم وتربيه فيري هيلثي وكل شيء ظابط ويصير معه هاي الحاله، موست بروبلي بده يكون في ايفنت صايره بالبيت عم تاثر. فهون بينحكى مع البسيكولوج تبع المدرسه تقدر تساعده، بس مش الحل انه يرجع على البيت ديانا، هيدا منه حل. لانه هو ايفنت صاير بالبيت انه شو بده يكون اذا مثل ما حكينا، يعني مثلا صاير معه سيتويشن ديفورس موت إلنس، سفر حدا، انتقال شيء، نقله بالبيت، نقله الكونتري، يمكن في كثير امور بتصير، فبتكون هيدي رياكشن. نحن لازم نفهم هاي الاشياء، ما ممكن هيك ولد انه ما يكون في شيء مشاكل ويعمل هالتانترم القوية ويضل أربع ساعات يبكي. عادة بده يسكت بعد 15 مينتس، وأكتر شيء الأهل ممكن مثلا يطلعوا برات المدرسة شوي، ينطروا برا ندفة، يدقوا للإدارة بعد 15 مينتس يطمنوا، most probably رح يوقف البكي. أهمية سيليا أنه نروح نزور المدرسة ونتعرف على الصف وعلى المعلمة وعلى المحيط، يمكن على الاستاد مطرح ما بيلعبوا، ما بعرف، مطرح ما بيصير فيه النشاطات والأكتيفيتيز نحن وولادنا، لنحسسهم أنه نحن كمان قطعنا من هون، ونحن عم نكتشف الأشياء معكم، وأنتم مش لحالكم، ونحن بنعرف أنتم وين وأنتم مع مين. قدي بيساعد الولد؟ هيدا كتير بيساعد الولد. ومن اول قبل بشي جمعه تقريبا بدنا نحضر الولد نفسيا، مثل ما قلنا بوزيتيفلي انه رايح تشوف رفقه جديده، واذا فينا كمان تو درايف هيك حد المدرسه انه هي مدرستك، اذا فينا نفوت على الملعب، نحن عم ندفع القصه يمكن ناخده معنا، نفوت على البلاي جراوند هيدا ملعبك، يعني على طول انا بس كون رايحه على محل وبدي اقدم شيء جديد على طول بروح قبل بعشر دقائق. انا هيك عملت اول مره وقت الباك. ايه انا بتاقلم مع هالسيتويشن وجسمي بيتاقلم معه، فبصير اريح، بصير ثاني مره بروح اهون وثالث مره اهون واهون. واهم شيء ضل في كونتينيوتي لهالموضوع، مش اول السنه بروح بوصل على المدرسه وما بقى التيتشرز بيشوفوني وما بقى الاداره بتشوفني. لازم على طول ان كونتاكت تكون، وعلى طول اسال عنه وروح على كل الاجتماعات الاهل لحتى اعرف كيف عم يصير معه. تركنا الولد بالصف، الجود باي كيف لازم يكون؟ جود باي از ماتش، يعني از شورت از بوسيبل، ما فيها تكون طويله. لا بس شو الطريقه؟
شو بنقول له للولد؟ بدنا نحضره انه انا رح اجي اختك بعد المدرسه، ويمكن نحن أنا... وين بدنا نكون ديورينج الوقت اللي هو فيه بالصف. وفي كتير شيء مهم هلا كمان ذكرته، انه نقسم له الداي لسكشنز، لانه ما عنده تراك اوف تايم، ما بيعرف شو يعني ساعه او ساعتين او ثلاثه. فمنقسم مثلا نهار لثري سكشنز، ليتس سي منبلش رح تبلش انت بالبينتينج كلاس رح ترسمه، ومن بعدها رح تاكله على الظهر، ومن بعدها في ستوري تايم، وانا بجي باختك. اوكي نايس. فبصير هو ناطر هالسكشن ليخلصوا، وبعدين فيني كمان اعمل بلان بركي بعد المدرسه بدنا نروح ناكل ايس كريم، بدنا نعمل شيء سوا كمان، بيكون متحمس لهال. سيليا كيف منحدد انه هيدي حضانه منيحه لاولادنا؟ يعني على اي كرايتيريا وقت نكون عم نعمل شوبينج للحضانات او للنيرسيريز؟ ليه هيدي منيحة وهيدي مش منيحة لنقول، أو هاي بتناسبني أو هاي ما بتناسبني؟ هلا هيدا سؤال صعب ديانا، يعني منه سهل. أنا بقول أول شيء you have to تروحي على مدرسة recommended by someone. ما عم بحكي مدرسة، عم بحكي حتى نيرسري. حتى نيرسري، يعني إذا رفيقتك رايحة قبلك أو حدا بتعرفيه رايح قبلك وعنده good experience، أنا بفضل روح على محل حدا مجربه قبلي. أوكي، تاني شغلة بحب أتعرف على الستاف قد ما بقدر، اتعرف قد مثلا كيف واحد بس على معلمات يوظفه حدا جديد. كثير مهم تتعرفي على الكاركتر تبع الامبلويي اللي بدك توظفيه. نفس الشيء انت عم تتعرفي على الناس رح يقعدوا مع ابنك كل نهار، وحيربوا ابنك، وحيكونوا المام يعني بدلك بهيدي الساعات. فكتير قد مهم انه تتعرفي عليهم وتضلي تعملي فولو اب. واول سنه بدها تكون مثل تيست لإلك ولإله وللمعلمات، وإذا نجحت هالإكسبيرينس فيك تكفي، وإذا لا أكيد أنا بنصح إنه تشيليه من المدرسة، خاصة بعمر صغير قبل ما يكون عامل رفقة وتشلش يعني وبطل يقدر يطلع والتشينج يصير أصعب. ولنرجع لموضوعنا وننتقل للأكبر شوي، سيليا العودة إلى المدارس قديه بتكون صعبة بالنسبة للمراهقين، خلينا نقول اللي ما بقى عندهم هيدا اللايف ستايل، هيدا النظام اللي بيناموا بوقت مأخر وبيوعوا بوقت مأخر، كيف نحضرهم ونحن شبه ما بقى عنا سلطة عليهم وهن صعبين يعني بالتعامل بهيدا الوقت؟ كمان الأويرنس للأهل تمار كتير مهم، أعرف أنا شو ناطرني، أوكي؟ وأعرف أنا شو التشالنجز تبع التين ايجرز بهيدا العمر، مثلاً في كتير تشالنجز، في عندك أول شيء البير بريشر أو الضغط من الأصحاب. في عندك هلا الفاينانشال بير بريشر، الضغط المادي الاجتماعي من بعد ما يفوتوا، انه ما بقى فينا مثل ما عم تقولي اللايف ستايل كثير تغير. في عندك السلف ايمج، انه انا في عندك الفيزيكال تشينج اللي بيسبب سلف ايمج، فيزيكال تشينج يعني تغيرات بالجسم، اكيد بيطلع لهم شعر، بيطلع لهم يمكن بتغير صوتهم، والبنات كمان بيكونوا كثير مستحيين وفايتين بخجل كثير كبير، وكمان ممكن يكون عنده يعني مش كره بس انه ما بحب شكله هيدا، او منه كثير مبسوط بالحبوب اللي عم يطلع له، فبيفوت بخجل وعنده سيلف ايمج ايشوز، بيكون عنده انسكيورتي، وعندهم كمان تشالنج بالفيت ان او تو بيلونج مع هالجروب، وكيف بده يكون مهضوم بالصف، كيف بده يضحك رفقاتي، كيف بده يكون اكسبتد، كيف بده يكون عندي رفقه اصلا. فكل هول التشالنجز. في عندي كمان الهوم ستريس، في اوقات كثير بيكون الولد مش بس هودي الستريسرز، في عندك بالبيت كمان مشاكل بيجيبهم معه على المدرسه، في عندك الاكاديميك ستريس هذا لوحده بيج ثينج يعني. أوكي. فهو كلهم ستريسرز لازم نفهمهم نحن اهل ونحضر حالنا ونبلش. بدي اعطي شوي تحلو اذا عندك بس تفضلي. سؤال ديانا؟ لا تفضلي اعطيه الحلول. فهون بدنا نحكي معهم الكوميونيكيشن. برجع بقول الكوميونيكيشن از ذا بيست تول، واول تول اهم البيس، يعني بدي احكي معه حضره انا لشو جاي. شوفي في عندك بير بريشر، وبكل مرحله بحياتي في بير بريشر. نحن هلا ما عندنا بير بريشر طبعا اكيد طبعاً. بس اكثر شيء بيتاثروا الاولاد لانه ما بيكون عندهم شخصيه قويه مثلنا هلا، احنا مرق علينا كثير وصرنا مرنين، صرنا اكسبيرتس، صرنا متمسحين بالاحرى لانه ما بقى نحس بشيء هلا بالمره، بس ان شاء الله يعني ما يضطروا يكونوا مثلنا، يعني نحن بنتباهى بس انه they بس don't الحياه have بدها تقويهم يعني. كثير عم بشوف انا خاصه بالكلينيك بيجوا تين ايجرز وبيقولوا لي مثلا هيدي الجمله انه انا ما بقى اوثق بحدا،
او انا كثير تعلمت اشياء مش كثير حلوه وشفت اشياء مش حلوه، يعني صدمت على شوي عم ينصدموا فيك فريندز وامور يعني حرام ما كبروا قبل وقت يعني سوشيال ميديا فتحت لهم هيدي نقطه كثير جديده انه الحياه مش لا بيو روز كل الوقت. الحياه فيها انتكاسات، فيها ابس اند داونز والى اخره. صحيح سيليا، كيف تفضل عم تحكي بعدك عن الحلول. ايه في عندي تيبس كثير فأهم شيء احكي كوميونيكيشن عن كل اللي ناطره. شو اللي ناطره؟ مثلا بير بريشر، ناطرهم سايبر بولينج، فانا بدي احكي عن تكنولوجي كمان للولد وكيف يكون سيف اونلاين. كيف انت مثلا مثلا انا بعد بقول له هلا لبنتي عمرها 10 سنين بقول لها ما تبعتي فويسز، ما تبعتي فويس او تلفني للشخص او بتحكي فيس تو فيس، لانه هيدي الفويس يمكن تكون بفترة غضب، يمكن تكون عم تحكي عن حدا، عن رفقاتك أو شيء ما تكوني منتبهة، ولح يروح فايرل. ويا ما صايرة قصص تخرب التين ايجرز، وخاصة أنه هن كتير حساسين بهيدا العمر ما بيحملوا. فكمان هيدا الأويرنس على هالأمور هيدي لازم يكون كتير مهم بأول السنة، وأكيد كون عم تابعه أنا بالسنة كاملة. كمان لازم أحكي عن البوليسيز بالمدرسة، البوليسي السايبر بولينج بوليسي، في عندك البولينج بوليسي، كيف لازم يدافع عن حاله اذا صار معي هيك هيك، شو لازم اعمل؟ يعرف انه هو في يروح يتشكى، يروح يحكي للاداره انه انا كيف دافع عن حالي بهيدا اللي بياخذ حقه بايده. لنقول عملوا له بولينج، قام ضرب الولد اللي عمل له بولينج، هون شو نظرتكم انتم كمختصين؟ الاهل حيقولوا له برافو هلا حسب، بس كمختصين شو؟ لانه عن جد هالحقيقه اللي بتصير. هيدا سؤال كتير تريكي، لأنه أنا صراحة بقول له ضربه لا خليه يطلع قوي قوي شخصيته. في أهل كتير بيشجعوا هالشي، بس في عندك كمان نظام مدرسة يعني إذا ضربوا أنا بضلني أقول لهم إذا نظام المدرسة أنتوا اثنيناتكم مذنبين بتصيروا، يعني ما في حدا حق على حدا، عرفتي؟ يعني بس إذا أنت جيت وتشكيت بقول لي أنا بتشكى ما حدا بيرد علي، ما هو حق. فأوقات هيك بيصير بقول له أنا ضل تشكى لحتى حدا يرد عليك. يعني إذا مش السوبرفايزر الديفيجن هيد، إذا مش الديفيجن هيد الكونسلر، لحتى حدا يرد عليك. شو كنت تديروا لأنزو ضربوا أو ضربوا؟ نيفر. أنا كل ما كانت تصادفنا مشكلة يعني وات ايفر شو ما كانت، أي بداية بولينج، كنت أعمل له درس أخلاق. أنا كنت أحكي كتير الكوميونيكيشن اللي عم تحكي عنها سيليا، وعطول أول ولد بيكون عندك البيشنس أكتر، بيكون أكثر. عندك وقت أكتر لأنه بتكوني فول فوكس معه. صح. فلا مش هيدي كانت طريقتي أبدا. أكيد. هلا هون يعني المفترض ان كمان الاهل يحملوا حالهم يطلعوا على المدرسه يشتكوا. كمان اذا مش معه بالاول، يعني بالاول فضل انه هو يتصرف. صح. يتكل على حاله وعلمه انه فينا ناخذ حقنا بالطريقه الصح. اكيد بالطريقه الصح هذا الافضل. واذا تعقدت فيك تطلع عند الاداره وتحكي. هون في شيء كثير مهم كمان، علم هالتين ايجر انه البير بريشر او الفاينانشال بير بريشر او حيلا بريشر هو ستريس. وانا اذا انا محضره ابني يتعامل مع الستريس الكوبينج ميكانيزمز من قلن، هون بيستعمل هالكوبينج ميكانيزمز. مثلا شو؟ انه انا علمه الاورجانيزيشنال سكيلز، التايم مانجمنت، حتى يكون هو مرتاح خلال السنه. اذا هو اورجانيزد واذا عنده تايم مانجمنت مزبوطه وما في بروكراستينيشن يعني تاجيل، هودي اكثر شيء بيغرقوا فيهم المراهقين. اذا انا مدربته ومعلمته انه كيف لازم تتقاطع مع هالامور بيرتاح نفسيا، وهو بيقدر يكون افضل بالسنه. كمان بريدنج تكنيكس، ريلاكسيشن تكنيكس، كل هالامور كلهم عم ركز على السترينكس كمان. صح. تبعه التالنتس كلهم حتى ما انسى لانه عم بتخونني ذاكرتي. فهو كلهم كثير مهمين كوبينج ميكانيزمز. وبدي اقول شغله انه حيلا ستريس او ترانزيشنال ستريس بنمرق فيه كبار او صغار، في عندنا ثلاث اشياء كثير لازم ننتبه لها. إذا هول ثلاث أشياء منشتغل عليهم ومنمارسهم بيكون هالترانزيشن هين، وإذا لا بيكون كراشينج. أول شغلة هي الميكانيزمز الكوبينج ميكانيزم، ثاني شغلة هي السوشيال سبورت اللي حوالي، وثالث شغلة راحت عن راسي هي السكيلز المهارات. أوكي هودي لازم نشتغل عليهم كثير لحتى يقدر يكون سموث ترانزيشن. حلو هالحديث يا سيليا، ومنكم نستفيد ودائما بنستفيد من حديثك عن المراهقين وعن الاولاد الصغار كيف لازم نتعامل معهم. بس اوقات ما بتحسي انه الكلام بيكون تنظير على الاهل؟
يعني هيك ختاما نعطي تبس للأهل إنه اليوم فينا نحكي 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 نحكي، بس لا الأهل عم بيتصرفوا هيك، وتنظير على الأولاد كمان بالمقابل. هلأ ليكي هيدا هو الطريق الصح، قدي نحن بنقدر نعمل منه بيكون كتير منيح وبيخفف علينا ستريس. يعني أنا كأم إذا ابني مرتاح نفسياً وما عنده مشاكل نفسية قدي بكون أنا مبسوطة، قدي بينعكس علي. فهي it's a cycle. وإذا أنا كنت تعبانة نفسياً وكمان كنت حابة أعطي شوية تبس للأهل إنه كيف يعملوا intentional self-care لحالهم حتى ما يوصلوا إن هن يكونوا stressed out وما يقدروا يعرفوا كيف يتعاملوا معهم. وأهم شيء الوقت، الوقت كثير مهم نقضي معهم وقت. بدنا نقول لك يعطيكي ألف عافية سيليا خاطر، وشكراً على هالتبس اللي عطيتينا إياها حول البري سكولينج وحول العودة إلى المدرسة، كيف نتعامل مع أولادها مع أولادنا. ألف سهلة، أهلا وسهلا فيك مجددا.